السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم انا كان عندنا الجو شويه بارد في خصوصا في بلجيكا. صراحه البرد قاهر قاصح بزاف. الى خرجتي بلا لي كوم خرجت انا ما نسحبنيش الجو داير هكذا. صافي لقيت الجو بارد بزاف وسميتو الناس دايرين لي بوني لي كوم. لما حيت ما خرجت كنت كنخدم غير في الدار سميتو. ملي خرجت تفاجأت بهاد سميتو السمرة. أول مرة تقريبا كتنزل عندنا هنا في بلجيكا تقريبا بين -4 و -6 على حسب المدينة فاش كاين. ومازال دابا غادي يكون السبت تا هو غادي يكون هكداك تقريبا -4 حتى -6 والحد تقريبا حتى -8 على حسب المدينة فاش كاين الإنسان. يعني الجو صراحة مكينساهش دابا باش الإنسان يقدر يجي لهكاك أو يسافر. إلا قزتي في الدار حسن. وهذا هو الجو تاع بلجيكا دابا. نتوما كتشوفوا سميتو وهذه هي المرحله اللي كتكون صعيبه. ملي كيكون كيهبط الثلج ماشي مشكل، ولكن من بعد الثلج اللي كيكون صعيب وكتكون شي بلايص كيكون فيهم ديك لي فاغلا وداكشي كتمشي كتزلاق. ولا يعني دائما خصك تكون على بال. يلا نخليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.